أن يمتلئ القلب بالإيمان حتى يفيض. يفيض بمه؟ يفيض بالسلوك الإيماني، لأن القلب هو المتحكم في الجسم كله. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما في الحديث الصحيح. فإذا امتلأ القلب بالإيمان إلى درجة الفيض، وفاض هذا القلب بالإيمان، على ما يفيض؟ يفيض على كل الجوارح، فتتحرك اليد بمقتضى ما فاض عليها من القلب من الإيمان، فلا تتحرك اليد إلا بمقتضى الإيمان، لأنها امتلأت بما فاض عليها من القلب، ولا تبصر العين ولا تتجه إلا حيث يوجهها الإيمان، لأن القلب قد فاض عليها بما فاض من الإيمان، ولا تمشي الرجل آنئذ إلا إلى ما يطلبه الإيمان، لأن القلب فاض على الرجل بالإيمان، وذلك مقتضى الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. لا يكون كذلك إن لم يكن القلب قد امتلأ إلى درجة الفيض. وذلك الإحسان أيضا في الطريق إلى الله وعبادته عز وجل ومحبته، شيء عجيب فعلا أن يطلب المؤمن هذا المعنى. عمران القلب، وبين القلب العامر والقلب الخرب ما بين التراب والثريا كما يقول، ما بين العلو والنزول، ما بين الدرجات والدركات، فرق كبير. القلب الخارب الذي عشعش فيه العنكبوت وضرب عليه غبار الدنيا وعفنها، لا يذكر ربه ولا يشتاق إلى عبادته ولا إلى بيوته، يجد سكينته في الأسواق ويجد قلقا عند أبواب المساجد، قلب خارب. قلب خرب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعجيب أن هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية قد جمعت في معنى العمران، عمران القلب بالإيمان بالله واليوم الآخر، وعمرانه أيضا بما يجعل سلوك المؤمن خارج المسجد مرتبطا بالمسجد. فقد ابتدأ بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة، قال: وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وخشية الله عز وجل بأسلوب الحصر هذا ولم يخش إلا، لأن الاستثناء في سياق النفي كما هو في قاعدة علم أصول الفقه دال على الحصر. إن حصرت خشيته وتجرد قلبه لله وحده لا يعرف أحدا سواه ممن يمكن أن يصدر عنه إرهاب أو ترهيب سوى الله عز وجل وحده. ومقتضى هذا المعنى عزة المؤمن، عزة المؤمن في الدنيا وأيضا عزته في الآخرة. فهذا المعنى إذن لا ينبغي أن ينصرف الذهن فيه إلى دخول المسجد وكفى، فليس كل من يرتاض المساجد يعمر المساجد. وقد كانت المساجد في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخلها المنافقون أيضا ويصلون، ولكن الله نفى عنهم صفة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شكلكم الظاهر مع المسلمين لكن بواطنكم خاربة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تعمر هذه القلوب. فالقلب العامر هو الذي يعمر المسجد. لا يعمر القلب المسجد إلا إذا هو أيضا امتلأ حتى فاض بالإيمان ويكون أيضا من العامرين. فعمران المسجد إنما هو من عمران القلب. ولهذا في الإسلام لا يفصل ولا يفرق بين إيمان المؤمن في سوقه أو في مكتبه أو شركته أو إدارته أو متجره أو أسرته وبين إيمانه في مسجده. فبمقتضى ذلك العمران الذي عمر به المسجد أقام الصلاة، بمقتضى ذلك أقام الصلاة، وبمقتضاه هو نفسه آتى الزكاة، وبمقتضاه أيضا هو نفسه لم يخش إلا الله، فكان من العامرين وكان على مقام وبمنزلة العمران.
مشكلة المسلمين اليوم أن قلوبهم خاربة، هذه مشكلتنا جميعا، قلوب خاربة ما بقي فيها إلا أطلال إسلام بال كدين، أطلال ورثوها عن آبائهم وأجدادهم كما يورث المتاع البال القديم، فلهم جددوا ولهم عمروا قلوبهم، أخذوا صفات آبائهم وأجدادهم ولم يأخذوا الزاد الذي تزودوا به من قبل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا الزاد الذي يمتلئ به القلب إلى منزلة العمران، ما عاد إلا من رحم الله، ما عاد الناس يطلبونه ولا يتزودون منه، القلب الذي يقصد إلى المسجد يتزود فيه ويتزود منه، يعمر المسجد حقيقة، لأن المؤمن حينما يتخذ له مكانه بالمسجد ذاكرا أو مصليا أو في أي شأن من شؤون العبادة، ذكرا وتذاكرا تلاوة واستماعا إلى غير ذلك مما هو معروف، فإنه حينئذ يكون قد ارتبط بسلسلة من نور وقد ملأ المكان وامتلأ عليه المكان، لأن المؤمن إذا دخل المسجد وذكر الله عز وجل لم تزل الملائكة تدعو له، فإذا كان في مجلس ذكر أو علم حفت به الملائكة وغشيته الرحمة، بل جعلت الملائكة فوقه حلقا من فوق حلق حتى عنان السماء كما في الحديث، فهذا عمران، ويمتد النور من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال، تمتد الأنوار انطلاقا من مكان واحد قلب المؤمن، ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العجيب، اللهم اجعل في قلبي نورا، ثم قال وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم أعطيني نورا، لأن القلب إذا استنار أنار باقي الجوارح، وإذا استنارت الجوارح الأعين والأيدي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال، كان للمؤمن هالة من نور كما للقمر ليلة البدر، الهالة هي الدائرة، دائرة النور اللي كتكون محيطة بالقمر في الليل اللي يكون مدور كامل الدورة دياله، بدر كتكون عنده واحد الضوء مشع ضاير بشكل كبير جدا، هذاك الضوء المحيط هو الهالة، فهذه الهالة تكون للمؤمن بمقتضى هذا الحديث حينما يفيض قلبه بالنور الذي هو العمران حقيقة. والعجيب أن القرآن الكريم حينما تحدث عن هذا المعنى لم يميل به إلى المجال المادي المحسوس وحسب، فالعمارات أو العمران المدني المادي في منطق الإسلام إن خلا من عمقه الروحي ليس بعمران، هو خراب، مدائن ناطحات السحاب والعمارات الشاهقة التي جفت ينابيع الروح فيها أرض خاربة وأرض يباب وخراب، لا عمران فيها، ما يتقالش عمران المدن الكبيرة التي لا ينطلق منها الأذان، ما فيها شيء عمران، ولو رأيت البنايات يغطي بعضها بعضا فهي أشبه ما تكون بالصحراء خرابا ويبابا، ليس بعمران، وإنما العمران من طلق من قلوب العباد إيمانا، من طلق من عمران المساجد أولا. وعجيب عجيب وضع المدائن الإسلامية كهذه المدينة التي نحن فيها، وضعها التاريخي الذي يدل على حال أهلها الذين بنوها طبعا، وليس على حال أهل اليوم مع الأسف. قال أحد العارفين حينما دخل المساجد في دور الإسلام وبلاد الإسلام، كل الطرق تؤدي إلى المسجد وكل المساجد تؤدي إلى الصلاة، كمثل هذا الجامع الأعظم مسجد الكبير هذا وضع هندسيا بشكل عجيب داخل هذه المدينة، مساربها ومسالكها بعضها يؤدي إلى بعض وفي نهاية المطاف تؤول إلى أبواب هذا المسجد، دايرينه في قلب المدينة لأن الجسد مرتبط بقلبه، إن صالح صالح الجسد كله،
وإن فسد فسد الجسد كله. كان عمران المسلمين قبله كعمران أبدانهم في علاقتها بأرواحهم. إن صلحت أرواحهم وأنفسهم صلحت أبدانهم ودنياهم، وإن خربت خربت. كذلك بنوا مساجدهم ومدائنهم. تخطيط ديال المدن القديمة كان تخطيط قرآني مبني على هذا المعنى. لا فرق بين جسد المسلم في تداخل روحه ببدنه والمدينة الإسلامية، تهي جسم يعبد الله ويذكره، له قلب اسمه المسجد الأعظم، وباقي الدروب أطرافه وأرجله وجوارحه. فكرة المسلمين قديما كانت تنطلق من عقيدتهم وشعورهم بقربهم من ربهم وشوقهم إلى عبادته، يشتاقون إلى عبادة الله. فأكثر أبواب المساجد وأكثر الطرق السالكة إليه، وجعلوا كل طريق لا تؤدي إلا إلى المسجد. وحينما جاء الاستعمار غير وبدل مع الأسف وبنى هذه المدائن الخراب. ما هي بعمران؟ هذا هو العمران، هنالك ليس بعمران يعني. وقبل إصلاحات جاءت بعد لما خرج الاستعمار في أوائل الأمر، كان الإنسان يمشي في المدن اللي تبنات في الدول العربية، المدن اللي بنها الاستعمار، مسافة طويلة يقلب على مسجد لا يجد، ما يلقى فين يصلي، خراب. هذا ما هو بعمران؟ لأن الله عز وجل أنشأ العبادة من الأرض واستعمرهم فيها. ما معنى استعمرهم فيها؟ أي أعمرهم إياها عبادة وذكرى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بمقتضى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم. ليس العمران بمعناه الذي عندهم، بل بمعناه القرآني، بناء الدور وبناء الأسوار وبناء الأسواق وبناء كل مرافق الحياة المادية مبني ابتداء على بناء المسجد. ولا قيمة للمسجد إن لم يكن له عمار. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني الأسواق تبع للمسجد، وليس المسجد هو الذي تبع للأسواق.